السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم هاد المملحات هادو كيجيو على شكل مربع اللي غنعمروهم بواحد الحشوه لذيذه د الزلق والجبن. بقاو معايا في المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنجيب هنايا واحد القبيطه د الزلق كما كتشوفوها هي، صافي. دابا غنديوها غنغسلوها مزيان، كنعملوها واحد شويه في الماء وكنخليوها شويه باش حتى الا كان فيها شي تراب او شي حاجه كيدوب كنغسلوها مزيان. صافي، من بعد ما نغسلوها وغنخليوها تقطر مزيان، من بعد نقطعها بهذا الشكل. هذا انا مبغيتش نطول معكم الفيديو بزاف، قلت الحاجات اللي معروفين بلا ما نعملو. صافي، من بعد غادي نضيف عليها واحد شويه د الملح، واحد الملعقه صغيره، وغنضيف لها واحد 4 ملاعق د زيت الزيتون. وغنزيد لها واحد رشه د بودره البصل، صافي. دابا نوضعها فوق النار وغنخلي لها النار مهيله في الاول، ومن بعد من نبداو نشوفوها قريبه، صافي قريبه توجد، نعليو لها باش ما تبقاش فيها ديك الماء اللي كتلقم. صافي، هاي هنايا انا ما عملت لها حتى شي نقطه الماء، هي تبارك الله كيخرج منه الماء بزاف. صافي، غادي نستمر هيدا كنقلب فيهم، هيدا كنديهو نجيبو في المقلة. صافي، حتى يوجد. صافي، ها هو هنايا طايب، غنعملو يستقطر حتى يقطر مزيان، من بعد غادي نوضعوه في واحد الصحن هيدا كما كتشوفوها هو قطر مزيان. غنجيب واحد، المهم بالنسبه للاجبان يعني اللي كان عندكم متوفر نتوما. انا عندي هنايا جبن موتزاريلا، هذا قطعته هيدا، وعندي هذاك جبن العلب الصغير هيداك، وعندي الجبن الدهن. انا بغيت الاشكال هادو وشويه الصحتر. وبالنسبه يعني للبهارات اولا التوابل اللي غادي تعملوا فيها، هادوك اختياريا، انا بغيت غير هاد التوابل هادو يكونوا فيها، بغيت غير بهذا المذاق هذا، وانتم على حسب الذوق ديالكم. صافي، غادي نخلط مع هاد الاجبن هادو اللي عندي. اذا كان عندكم غير جبن موتزاريلا او غير جبن الدهن اكتفيوا باللي عندكم. صافي، غادي نزيد عليهم ديك الصحتر. صافي، وغادي نبدا نخلط الكل بهذا الشكل هذا. ها هما من بعد ما خلطناهم، دابا غنجيبو الورقه ديالنا، الفيلو او اي ورقه عندكم د الباستيلا. صافي، غادي نبداو ندهنو سطح العمل ونوضعو هاد الشريط هذا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. غنعملو بحال علامه زائد تقريبا، يعني بحال العلامه زائد، وغندهنو مزيان وغنبداو نوضعو الحشوه في الوسط. انا هاد الطريقه هادي الصراحه شفتها في التيك توك وعجبتني، وعملت لها الحشوه اللي بغيتها انا. وانتم عاود الصراحه هذا الشكل هذا كيجي عملي بزاف، يعني ما كتعطلش فيها، يعني ماشي بحال بريوات ولا هذا ما كيديش الوقت، دغيا كتساليوها وفي نفس الوقت كتجي واحد الشكل جديد اللي حنا ماشي متعودين كنعملوه بزاف بحال هيدا. صافي، كنستمر نعمر له مستوم وكنشدها بنفس ديك الطريقه اللي كتشوفوا، وكنوضع قدامي حتى كنكمل ديك الحشوه اللي عندي كامله، ومن بعد نرجع معكم.
صافي. هنايا غنجيب واحد الكيست شيبس او مهم اي شيبس كيعجبكم. اذا ما كانش عندكم عملوا غير شابلوغ حتى هي كتجي مزيانه. غير هاد الشيبس كاتيها واحد مذاق اخر كيزيد يلذ. صافي غادي نجيب واحد البيضه مخفوقه فحال هيدا فحال اللي كتشوفوا. غادي نمرر فيها ديك المملحات اللي عندنا وغادي نجوزها في هاد الشيبس اللي عندي. وواحد الملاحظه، انا دقيتها هيداك والصراحه يعني من احسن تكون عندكم مطحونه، احسن طحنوها لانه واخا كندقوها ما كتفتتش مزيان. دقيتها مزيان ولكن ما تفتتش بحال اللي كيظهروا. من احسن تكون عندكم مطحونه. هانتوما شفتوني مررت في ديك البيضات ومن بعد جوزت في ديك الشيبس وقليتها. كما شفتوا الطريقه سهله بزاف وفي نفس الوقت كيجيو لذادين. الصراحه كيجيو لذادين. هانتوما غتشوفوا، انا نفتح واحده معكم هنايا تشوفوا كيفاش كتجي من داخل. هي بقى سخونه بزاف. هاي كيش كيجي الشكل ديالها من الداخل، كتجي غزاله وحتى المذاق كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اذا عجبكم هذا الفيديو هذا ضغطوا على زر الاعجاب، ما تنساونيش بزر الاعجاب. واللي باقي اشتركش معايا في القناه مرحبا بكم، اشتركوا معايا وفعلوا الجرس باش يطلع لكم كل جديد ديالي ان شاء الله. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.